مجزوة التاسعة، أهلا بكم. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا لمجلس الوزراء. الاجتماع تناول مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية وعروضا منها القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات الناشئة وكذا متابعة إنجاز وتجهيز مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية الجديدة. بعد افتتاح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشغال الاجتماع ثم الاستماع إلى جدول الأعمال وعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات الآتية حول مشروع قانون الحالة المدنية. أمر السيد رئيس الجمهورية بتأجيل مناقشة مشروع القانون لإثرائه أكثر، مؤكدا على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قانون الحالة المدنية باعتباره قاعدة معلومات يجب أن تكون عصرية ودائمة ويكون تسييرها من قبل المنتخبين باعتبارهم ممثلي المجتمع. ووجه السيد الرئيس وزير العدل بإشراك قضاة وولاة في إثراء مشروع القانون. حول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة، ثمن السيد الرئيس الوتيرة الإيجابية لسير العملية، لا سيما ما تعلق بالربط على مستوى القطاعات الحكومية. حول القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية، أكد السيد رئيس الجمهورية على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، مما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومنحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث إن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية. ولذلك أمر السيد الرئيس بإعادة دراسته في مجلس الحكومة بخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء. أكد السيد الرئيس قبول مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي مع مراعاة الإمكانات المالية للدولة، حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، موجها الحكومة بإعادة دراسته بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل. بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة، أكد السيد رئيس الجمهورية مواصلة الدولة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة التي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات، أن المرحلة القادمة هي العمل على كسب النوعية وليس الكمية، حيث إن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة. في الأخير، وافق مجلس الوزراء على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة إنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة زاير ميديا سيتي، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة إقحام مؤسسات وطنية لترسيد هذا المشروع الحيوي. استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو. الطرفان تباحثا سبل تعزيز العلاقات بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية، حيث عرضت الوزيرة التجربة الجزائرية في المجال الاجتماعي. دوليا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يدخل يومه 99 بعد المئة، حيث استشهد وأصيب العشرات في قصف الاحتلال لمخيم المغازي والمنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس، كما استهدفت الغارات مسجد التقوى في مخيم البريج وشمال ومخيم نصيرات ودير البلح، بالإضافة إلى حي الزيتون.
هذا وشن الطيران الإسرائيلي في وقت سابق غارتين على المناطق الجنوبية لمدينة غزة وحي التفاح، مما أدى إلى ارتقاء وإصابة عدد من الفلسطينيين، في حين أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، فيما اعتقل آخرون خلال عمليات اقتحام لمدينة الخليل ونابلس وعدة بلدات وقرى بالضفة الغربية التي تشهد تصعيد خطير من أعمال عدائية وهجمات متزايدة للمستوطنين تحت حماية صهيونية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في الرياضة، المباراة التي كان من المقرر إجراؤها بين اتحاد الجزائر أمام نهضة بركان المغربي سهرة أمس بملعب 5 جويلية لحساب ذهاب النصف النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف لم تلعب بسبب غياب فريق نهضة بركان الذي رفض الدخول إلى أرضية الميدان على الرغم من دخول لاعبي والطاقم الفني لفريق اتحاد الجزائر. سفيان مهني. في هذه الأجواء الاحتفالية كان من المقرر أن يقام العرس الكروي المغاربي في منافسة كأس الكاف. عشاق الفريق الأحمر كانوا يمنون النفس في رؤية فريقهم يواصل رحلة الاحتفاظ باللقب إثر مواجهة كروية ممتعة. التنافس الشريف رياضيا أخرجته السياساوية من المستطيل الأخضر إلى أروقة الكولسة والتوازنات القذرة داخل الهيئة القارية المختطفة. محاولة لي الذراع والتحايل على اللوائح والقوانين أجهضتها الجزائر في مهدها عندما حجزت القمصان المتضمن لخريطة وهمية لا تعترف بها الهيئات الرياضية ولا السياسية. القرار المنحاز من الكونفدرالية الإفريقية إلى الطرف المصر على خرق المواثيق الأولمبية زاد الطين بلة وفاجأ عالم الكرة بانتهاك صارخ للوائح قانونية صريحة تؤكد بكل وضوح أن لا دخل للسياسة في الرياضة. المسرحية سيئة الإخراج التي أراد مسؤول نهضة بركان أن يشوه من خلالها سمعة الجزائر قابلتها فطنة وحضور وتفاعل أفشل هذا السيناريو الرديء. أقمصة بديلة راقية وجدها اللاعبون المغاربة في غرف حفظ الملابس وظروف أمنية وتنظيمية محكمة وطاقم تحكيمي جاهز لإطلاق صافرة البداية، كلها معطيات لم تغير النية المبيتة التي جاء بها الفريق الذي كان من المفروض أن يلعب الكرة لا السياسة. دخل لاعب الاتحاد أرضية ملعب 5 جويلية لخوض المواجهة المرتقبة وفضل أصحاب الخارطة الوهمية مغادرة الملعب بعد ساعة من الزمن. حق اتحاد الجزائر لن يضيع، شعار رفعه مسؤول الكرة الجزائرية ضمن مسار استرداد الحق المكفول في أروقة المحكمة الرياضية الدولية. وأمل هؤلاء لن يخيب في معترك الدفاع عن اللقب. ختام والموجز، شكرا لكم مشاهدينا على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.